الأسطورة الذي علم العالم وعلم كل الرياضيين معنى كلمة الأخلاق الرياضية. عندنا النهاردة أخبار كتير في حلقتنا النهاردة، تعالوا نتعرف على أهم العناوين. اتحاد الكرة الطائرة يعلن مجموعات الدوري ممتاز. الأهلي يطوي صفحة دوري مرتبط السيدات لكرة السلة بسبب الكأس. فوز الزمالك والأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد. مصر تتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الناشئات بتونس. ختام ناجح للبطولة العربية للدراجات. استاد القاهرة يستضيف البطولة الإفريقية للكاراتيه. ألعاب القوة يضيف 5 ميداليات في البطولة العربية للناشئين والناشئات. اللجنة الأولمبية العراقية تضع معايير للمشاركة في باريس 2024. اللجنة الأولمبية القبرصية تسحب تمويل بعض الرياضيين قبل باريس. دي كانت بعض من عناوين أخبارنا النهاردة، هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.